ومعنا عبر سكايب من مدينة بيرن بسويسرا الناشط السياسي اللبناني فرانكو عبد القادر. مرحبا بك سي فرانكو. إذا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة سحب سلاح حزب الله في أي إطار تأتي؟ يعني تجديد، أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين. تجديد الدعوة لسحب سلاح حزب الله من السيد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنما له وقع قوي على الدولة اللبنانية وتأليف الحكومة وكل شيء ما يجري في لبنان الآن سوف يأخذ بعين الاعتبار هذه الدعوة. هذه الدعوة بحد ذاته تشكل تحديا قويا لدولة الرئيس الحريري من جهة، ومن جهة أخرى لخلفاء حزب الله ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، لأنهم أصبحوا يعرفون الآن جيدا أنهم أصبحوا تحت المجهر، وأن كل ما قد يصدر عن تأليف للحكومة وحقائب الوزارة سوف يأخذون بعين الاعتبار بأنهم الآن لم يعودوا يستطيعون أن يتحكموا بالمشهد كما يقولون. وللحقيقة كل هذا يأتي بضغط كبير من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب. طبعا ترامب وضع سلاح حزب الله على الطاولة الآن، ومثل ما فعل مع إيران وأجنحة إيران في المنطقة وأزرعتها. ترامب يقوم بضغط كبير على كل الدول وحتى على الدول الأوروبية، والآن لم يعد من حاجة للتستر على هذا السلاح أو لمحاولة. هل هو مجدي برأيك، يعني تتزامن هذه الدعوة كما تفضلت مع ارتفاع التصريحات الأمريكية تجاه إيران وذروعها في المنطقة، هل نحن أمام إرادة دولية حقيقية لنزع سلاح حزب الله؟ أبسط. نعم بالتأكيد، بالفعل أنا كنت قد ذكرت في أزمة استقالة الرئيس الحريري السنة الفائتة على شاشتكم الكريمة أن هناك عاصفة هوجاء سوف تأتي إلى المنطقة، وبالفعل ها هي الرياح قد بدأت بالهبوط. للحقيقة أن الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا وربما سوف وبوتيرة تزايدية، هذا لا يلغي الفكرة التي وضعها والخطة التي وضعها ترامب أمام العالم وخاصة وأمام المجموعة العربية الخليجية، حيث أنه بصراحة قد وعد حلفائه العرب بالتخلص من الخطر الإيراني، وبدأت بالفعل بدأت كل العمليات الآن تتجه نحو إيران ليس فقط لتقليص أظافرها بل لقطع أيديها. طيب، إنما يحدث في سوريا من ضربات تقريبا أصبحت كل يوم إيران عم تاكلها ضربات وهي ساكتة. طيب في لبنان سيد فرانكو، يعني من خلال متابعتك بالداخل اللبناني، كيف يتعامل الآن الداخل اللبناني مع هذه القضية خصوصا حزب الله؟ يعني طبعا الرئيس الحريري المكلف، دولة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، للحقيقة إن هذا التصريح الذي قام به غوتيريس اليوم إنما يأتي بصراحة، إذا بدنا نحط ورقنا على الطاولة، لمصلحة الرئيس الحريري، حيث بات حزب الله يعرف الآن إنه ما بقى فيه يتصرف على ذوقه بكل الأمور، ما بقى فيه يتحكم بالمشهد السياسي والأمني مثل ما كان يفعل حتى الآن. طبعا كل هذه سوف تاتي بالحسبان. كيف لا يتحكم وهو لديه استحقاق انتخابي؟ يعني عفوا، لديه استحقاق انتخابي حزب الله الان. طبعا الاستحقاق هناك عده استحقاقات. طبعا المجموعه الدوليه برئاسه امريكا انتظرت ربما لبعد الانتخابات لتتصرف. طبعا هذا القرار وهذا الكلام الذي تكلم به السيد أنطونيو غوتيريس ليس وليد صدفة، إنما يأتي لوضع حدود لحزب الله، وشيئا فشيئا سوف يلزمون الدولة اللبنانية بالفعل ببحث سلاح حزب الله. يعني تريد أن تقول سيد فرانكو، عفوا، تريد أن تقول بأن هذه الدعوة ربما ستؤثر في عملية تشكيل الحكومة المنتظرة؟ والله بصراحة مش بالضرورة، لا، الحكومة من هلا لشهرين
انا باكد لك الحكومه من هلا لشهرين ماكسيمو رح تكون مشكله. بس طبعا هيدي الدعوه جايه لتشكيل ضغط لضغط على الدوله اللبنانيه، لانه انت ما بقى فيك تتصرفي كانه حزب الله جزء من المجتمع اللبناني وبدك تحاولي انه تعليم المجتمع. طبعا لما يكون الدوله اللبنانيه عم تغطي سلاح حزب الله، عم تشاركه بالحكم وعم تخليه يكون عنده نواب ومؤسسات وكذا، اكيد الدوله اللبنانيه اذا ضلت على هالتصرف هذا هيك بتعني دور بتعني كلمه انطونيو غوتيريس. اذا ظلت الحكومه اللبنانيه تاركي سلاح حزب الله يسرح ويمرح في الدول العربيه وحتى في لبنان، فانه بالتاكيد الدوله اللبنانيه تخاطر بان تكون دوله مارقه. طبعا الدوله اللبنانيه حتى الرئيس سعد الحريري الحمد لله رب العالمين انه هو عنده علاقات دوليه وعالميه، وبصراحه الزلمه حذر من كذا مره اذا نحن استمرينا على هذا المنوال بالدوله اللبنانيه وحزب الله وسلاحه ضلوا عم بيسيطر على الدوله اللبنانيه رح يتاثر الوضع كثير كثير. وبالفعل ها قد بدات كل شيء، ها قد بدات الرياح تهب لننتظر النتائج. نعم، شكرا جزيلا لك من بيرن بسويسرا الناشط السياسي اللبناني فرانكو عبد القادر.